هذا السائل يقول: نريد من فضيلة الشيخ نصيحة للشباب السلفي في سوريا، وقد دبت بينهم بادرة سوء في فتنة جعلت كل فريق منهم ينعت الآخر بأنه ليس من أهل السنة والجماعة، إنما يصفه بأنه خارجي أو تكفيري. هذه فتنة ليست في سوريا فقط، هذه فتنة ظهرت في كثير من البلاد بين الشباب المسلمين، والسبب في هذا هو الجهل. السبب في هذا هو الجهل، فهم يدعون العلم وهم لم يتعلموا، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. فأوصيهم بالإقبال على طلب العلم على العلماء، أوصيهم بالإقبال طلب العلم على العلماء، ومن الكتب الموثوقة من كتب أهل السنة والجماعة، وأن يتركوا التنابز بالألقاب والتعادي بينهم، لأن هذا يورث العداوة ويسبب سوء الظن بين المسلمين بعضهم ببعض. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهناك أناس يندسون بينهم ويوقدون هذه العداوة من الأشرار، فعليهم أن يحذروا من هؤلاء، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أوصيهم بتقوى الله، أوصيهم بالإقبال على طلب العلم النافع وعلى العلماء، وأن يرجعوا إلى العلماء لا إلى المتعالمين أو إلى أصحاب الأهواء، وأن لا يقبلوا الوشايات والكلام في بعضهم في بعض. وهذا هو الذي أوصيهم به، وأرجو الله لنا ولهم الهداية ومعرفة الحق والعمل به. نعم.